السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه تاع لي مارياج. اليوم رانا في قاعه مسك الليل، غادي تشوفوا معنا باش دير عرسك، شحال تنقام لك ماكله، شحال توكل لك مبنادم، تشوفوا الدي جي، تشوفوا خدمه تاع قرقابو، تشوفوا خدمه تاع الكوتيرات، غادي كلشي تبعوه معنا. مرحبا بكم. الحاجه الاولى الاسونسيال في المارياج الجزائريين اللي هي الكوزينه، المطبخ. دونك غادي نروحوا عند شيف كوزيني ونتبعوا كاع لي ديتاي، اش راه يطيب واش راه يوجد. تبعوا معايا. السلام عليكم احبابنا خاوتنا، كما كنت تشاهدوا حميد بوشيخي شيف معروف في مدينه سيد العباس، مقدم برامج طبخ في قنوات جزائريه ومعروف في بالعباس في الاعراس. كما كتشوف نجو الصباح بكري 5:30 ان شاء الله، باسكو دي فوا العرس كاين اللي يديروا بالجمعه ويبغوا يعشوا بكري، يفطروا بكري من صديق باش الكليون يروح هاني في راسه. وعندنا دي زيكونومي، دي فوا الكليون يقول لي دير لي حاجه انا نبروبوز عليه صوالح، و صديق تعجبه الحياه ما يقول لي دبر راسك شاف. وكيما شتني ندير رينيو مع لي سيرفور باش الماكله تخرج حاميه والكليون يروح ساتيسفي. الكليون يغدا فرحان، كيما دي فوا كاين اللي تكونوا 300 بيرسون صافي دير 50 حطه، 240 بيرسون صافي دير 40 حطه 40. كيما 300 قادر انا في زوج خرفان نوكل له ديك 300 بنادم. صافي كاين لي زيكونومي، مع راه كلش غالي كنا احسن نعاون كل واحد. هذا الاعراس الشباب تاعنا دروك تاع دروك مساكين احسن نعاونهم. انا راني واقف معاهم في زيكونومي كيما يقول لي هو، انا بروبوز عليه صوالحي ويروح فرحان ان شاء الله. الله يحفظك. كنتو كنا مع شيف كويزيني عطاكم كاع التفاصيل، دروك وقت تاع الفاتحه بداو لي زانفيتي يجوا، تبعوا معنا. اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بون السلام عليكم ليكيب، كيما راكم تشوفوا الناس بدات تتلم والكورتاج بدا يوجد، دروك غادي ندخلوا نلبسوا العريس ونتوكلوا على الله. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم فرقة أصالة من بالعباس. كما هما الفيلم معكم، عندنا قرقابو وعندنا النكافات، وحنا خدمتنا اكزاكت عندنا خرجة تاع عروسة، خرجة تاع عريس، ندخلوهم لاصال. عندنا انيماسيون ستيل قرقابو ماروكان، وعندنا ستيل رقادة بلا ترومبيت. دونك افوتخ شوا، تبغوا ميكس، تبغوا كل واحد واش يميل. بون عندنا ثاني النقافات نرفدوا العروسه، عندنا قادو نديروا لها رفده، نديروا لها زوج ثلاثه، عندنا بليزير ديكوراسيون سوا في العماريه سوا توني حنا نلبسوها، ولا سوا في الخدمه ستادي سبيكتاك تاع رفده سوا دونس. بون السلام عليكم، معكم بوتيك فارس. رانا في مجال تاع الافراح والمناسبات، كل اللي عندك اللي ما عندكش رانا مختصين في السيارات، لي موطو، الشوفال، الفيوميجين، فلومبو، مهم اي حاجه تخصكم رانا هنايا. البليزير تاعنا هو فرحتكم، واش شي لاخر كاع زياده دراهم هما توالو. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم جديد. كيما شفتوا خرجنا العروسه ودنا كورتاج ولحقنا للصاله، دروك في التقاليد تاعنا نديروا العروسه الحنه كيما راكم تشوفوا في هذه اللقطات. انا نخدموها في الحنه
ابري مول حنا كاين شي عمل تبديله ديرها وبعد نختم الفرصه راه معايا مولات الشده غادي تهضر معاكم وتفهمكم شويه لي ديطاي على البرودوي تاعها. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم، معكم نقافه نيها الحامدي من ولايه سيدي بلعباس. كاين لوكاسيون، دايره لوكاسيون تاع الشده، كاين كاع لي موديل كاع لي بري. مرحبا بكم على رئيساتي وان شاء الله تكونوا كاع بخير وان شاء الله نفرحوكم كاع يا ربي. السلام عليكم، معكم فايزه سماك الميك اب ارتست المعروفه في ولايه سيدي بلعباس. مرحبا بكم كاع رئيساتنا، ان شاء الله نوقفوا معكم حتى لا ديرنيير مينوت. السلام عليكم احبابنا خوتنا، مرحبا بكم، معكم دي جي انيس. فوالا خوتنا لاسواري فاتت بيان توب، معكم انيس دي جي اللي عرفنا بصح اللي ما عرفناش خدم لي مارياج بالعباس. مرحبا بكم، كاش حاجه كونتاكتونا اولا هنا ندخل لكم النيميرو ولا لاشين يوتيوب الانستغرام. وش نقول لكم كاع اللي في قلبه شي حاجه ربي يوفقها وعقوبه اللي مازال ان شاء الله نفرحوا بكم كاع المتابعين. كون خوتي رانا حقنا لافات على فيديو اليوم، إذا عجبكم الفيديو خلونا رايكم في التعليقات، ما تبخلوش علينا بجام، وإن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون في قاعة أفرع أخرى ومع ناس واحد أخرين، السلام عليكم.